كعادتنا بنبدا معاكم باخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الاجتماع امس تابع فيه الخطوات الخاصه بمشروع انشاء مجمع انتاج السودا اش ومشتقاتها والمقرر اقامته بالمنطقه الصناعيه بمدينه العالمين الجديده. كمان رئيس الوزراء امبارح تابع اجراءات توزيع الدعم اللازم لمشروعات المبادره الرئاسيه سكن كل المصريين، وقال ان ده اهم المشروعات اللي بتنفذها الدوله لصالح شريحه من محدودي الدخل والشباب، وبتعتبر كمان احد اليات تحقيق العداله الاجتماعيه. تفاصيل اكتر هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار وأحداث مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الخطوات الخاصة بمشروع إنشاء مجمع إنتاج السودا أش ومشتقاتها المقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة العالمين الجديدة. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية هذا المشروع اللي بيسهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية والتعدينية بمصر عبر توفير احتياجات السوق المحلية من مادة السودا أش والمساهمة في توسيعة الصناعات المرتبطة بهذه المادة وبالتالي إتاحة فرص التشغيل. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للطاقة بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة، واستهل مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة ملف الطاقة والموضوعات المتعلقة به من بينها الاستثمار في هذا القطاع المهم وجذب المزيد من الاستثمارات. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة إجراءات توفير الدعم اللازم لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين في إطار حرص الدولة على استدامة هذا البرنامج القومي. وقال رئيس الوزراء إن الإسكان الاجتماعي والمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بوجه أشمل بتعد أحد أهم المشروعات اللي بتنفذها الدولة لصالح شريحة محدودي الدخل والشباب، كما إنها بتعد إحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية. امبارح وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023، توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بكلمة قال فيها: نلتقي للعام الرابع على التوالي للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، تلك الجريمة النكراء التي تهدد الإنسانية جميعها والتي دائماً ما تلقي بتبعاتها على الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات إقليمية كانت أم دولية. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته إلى أن الجهود الوطنية المصرية خلال العام الماضي شهدت طفرة هائلة في مجال مكافحة هذه الجريمة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتكتفت الجهات الوطنية المعنية تحت مظلة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي تتزايد حدتها مع تزايد التحديات التي يشهدها عالمنا والتي تؤثر بدورها على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأفراد. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي بني سويف تم تحويل مبنى ديوان عام التربية والتعليم للعمل باستخدام الطاقة الشمسية، أما في المنيا فتم تدشين قافلة ثقافية ضمن مشروع المكتبة المتنقلة في عدد من القرى. صحيح، وفي البحيرة تم انطلاق كابيتانو مصر لاكتشاف مواهب كرة القدم على ملاعب دمنهور، أما في بورسعيد فتم الانتهاء من أعمال تطوير شارع المشير طنطاوي. خلينا نتابع تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أحداث كتيرة. في بني سويف أعلنت مديرية التربية والتعليم بدء تشغيل محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية اللي تم تركيبها أعلى مبنى ديوان المديرية، ليتم تحويل جميع الأجهزة والأدوات والإضاءة بمبنى ديوان المديرية لتدار بالطاقة الشمسية بدلاً من الكهرباء، وده في إطار تنفيذ توجهات الدولة بترشيد الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة. في المنيا نظمت مكتبة مصر العامة قافلة ثقافية بقرية نزلة البدرمان التابعة لمركز دير مواس، تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات منها قراءة واطلاع بالمكتبة المتنقلة وورش عمل وتدريب على حرف يدوية ورسم وتلوين، ده غير فقرات فنية متنوعة وندوات تثقيفية.
في البحيرة انطلقت فعاليات كابيتانو مصر اللي بتقام على ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور لاختبار الموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة للموسم الثاني من البرنامج اللي بتنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. في الغربية اعتمدت المحافظة المرحلة الثانية من تنسيق القبول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023-2024 تحقيقاً لرغبة أولياء الأمور وتيسيراً على الطلاب، وتم تخفيض تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام ل 231 درجة و 165 درجة للقبول بالثانوي الخاص وأقل من 231 درجة لفصول الخدمات. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن نهاية أعمال تخطيط شارع المشير طنطاوي، وده ضمن استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير الشارع اللي بتأتي في إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بالمحافظة لتيسير الحركة ومنع الازدحام وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري. في كفر الشيخ تم الانتهاء من تبطين 398 كيلو ترع وجاري العمل في 579 كيلو ترع من المستهدف تبطينه، ومن المقرر تبطين 1000 كيلو ترع بقرى ومراكز المحافظة.